الرئيس الضيف. هذا مشروعنا اللي من خلاله نريد بلادنا ماهيش غير تولي عايشه في رخاء، نريد بلادنا انها تولي دوله صاعده. علاش دوله صاعده يا اخواني؟ لان هذا الاهتمام بهذه الاقاليم كنهتموا بكل اقليم حسب الخصائص اللي فيه وحسب الامكانيات اللي فيه، نقدروا نبنيو نمو كبير اقتصادنا، نبنيو نمو كبير لبلادنا، وندعموا النمو وندعموا الدخل الخام الوطني وندعموا الاجر الوطني ونوجدوا مناصب الشغل. واشكر شكرا خاص لمنظمي خارج، وما زالت الناس تشري في الماء في 2024. ولذلك يا اخواني هذه الانتخابات اخواني الافاضل اخواتي الفضليات المواطنين والمواطنات اللي راهم معانا في القاعه واللي راهم يسمعوا فينا، لازم تعرفوا بلي هذه الانتخابات مصيريه في تاريخ البلاد. احنا حماية البلاد ماهيش مسؤولية الجيش الشعبي الوطني وحده، الجيش الشعبي الوطني راه قائم بالدور نتاعو في حماية سيادة البلاد، وفي حماية البلاد، وفي الحفاظ على أمنها واستقرارها، ولكن حماية البلاد حماية مشتركة بين الجيش والشعب والسلطة، وحماية الشعب للبلاد تكون بالالتفاف حول بلاده والثقة في حكامه اللي يصنعهم هو بخياراته السياسيه وبخياراته الانتخابيه. ولذلك احنا رانا ناكدوا على ضروره ان الشعب الجزائري لازم يصوت يوم 7 سبتمبر، ولازم يخرج وما يسمعش لدعاة المقاطعه وما يسمعش لدعاة التهريج اللي راهم يفسدوا في صوره الانتخابات، اللي راهم يتكلموا على ان هذه الانتخابات محسومه والشعب ما كان له يتعب روحه.